أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن أوروبا تواجه تهديداً وجودياً من جراء هجوم روسيا على أوكرانيا. وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي إن البرلمان يرحب بطلب أوكرانيا الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأوضحت ميتسولا خلال جلسة البرلمان لبحث الأزمة الأوكرانية أن البرلمان الأوروبي سيعمل جاهداً على تحقيق طلب أوكرانيا حول انضمامها إلى الاتحاد. مضيفة أن أوروبا لن تستقبل المسؤولين الروس على أراضيها. إذا القتال في الشوارع و